سعرها والله اللي ما يغلى عليك. انا عمار بس كذا 10000 ريال اقول لك عاد اللي ما يغلى حفظها تاخذ من داي داي السياح هو يشتيك هنا هو يشتيك انا ماشي شلابك يا مرسول قاعد اوريك قفا قفا تعال نصور ها دخ يا جماعه ها بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك أتينا اليوم لشراء كسوة العيد، ويعتبر الكسوة عندنا هنا في اليمن المعاوز يعني تعتبر من يعني من عادات وتقاليد اللبس اليمني الأصيل، وتعتبر هي من أشهر أحد التقاليد القديمة الذي نتوارثها يعني من أجداد أجدادنا، وهي لبس تقليدي أصيل من الدرجة الأولى. أبيع المعاوز والشمزان والشيلان، وطبعا هنا الشبواني واللحدي الحديدي والسلاطيني والبيضاني، وطبعا التفاوت بين الأسعار مثلا زي الشبواني من 10 من 11، والبيضاني من 15 من 20 من 30، تفاوت بين الأسعار. أنا بتعب يعني بتعب لنا سنتين. وأن محمد رسول الله هي الصلاة.